بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحا في موضع معين. عن عمر رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. رواه ابن ماجه. وعن كردم بن سفيان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له: ألوثن أو لنصب؟ قال: لا، ولكن لله. فقال: أوف لله ما جعلت له، انحر على بوانة وأوف بنذرك. رواه أحمد. وعن ميمونة بنت كردم رضي الله عنهما قالت: كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. قال: أبها وثن أو طاغية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ لأحمد: إني نذرت أن أنحر عددا من الغنم، وذكر معناه. وفيه دلالة على جواز نحر ما يذبح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قال: لا. قال: لوثن؟ قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوف بنذر. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين، شهادة أدخرها ذخرا ليوم العرض. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، بعثه ربه بدين الحق، بدين الحق وبالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قبل لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تجاب لها. نسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. قال رحمه الله تعالى: باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحا في موضع معين. يعني أن هذا الباب معقود لمسألتين. المسألة الأولى: من نذر في حال كفره ثم أسلم فإنه يوفي بنذره، ويجب عليه أن يوفي بنذره كما سوف يأتي. والمسألة الثانية: من نذر أن يذبح في مكان معين محدد، بمعنى يحدد المكان، سواء البلد أو الموقع أو الحي أو الحارة. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى في حديث عمر رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية، يعني قبل أن يسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري.
طبعا الحديث هنا قال رواه ابن ماجه، لكن الحديث أصله في الصحيحين، حديث أصله في الصحيحين في لفظ أنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوف بنذرك. إذن هو حينما كان مشركا قبل، معلوم طبعا النذر كان أهل الجاهلية يتقربون، يعني أهل الجاهلية كانوا يعبدون الله لكنهم كانوا يشركون، وإلا هم كانوا طبعا يطوفون بالبيت ويتصدقون ويذبحون وينحرون ويحجون، لكن الإشكال عندهم وهو لا شك إشكال كبير كفر الشرك، وهو كفر. ولهذا كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما لك. وكانوا يعبدون الأصنام العزة ومناه واللات، وكان لهم أوثان، ومثلهم غير العرب الذين يعني يعبدون غير الله، سواء كانوا وإن كانوا يؤمنون بالله ويعبدون الله، لكن ما دام أنهم يعبدون غيره لا ينفعهم عبادتهم لربهم، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن الشرك، كما في القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا تنفع مع الكفر ومع الشرك لا تنفع العبادات، يعني ولهذا عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أفمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فما تنفع العبادات ولا تنفع الأعمال الصالحة ولا ينفع الصدقات ولا ينفع الإحسان ولا الوجوه المعروف ما دام أن أصل التوحيد مختل، وأصل إفراد الله بالعبادة غير متحقق، هذا مشكلة ما ينفع. فلا بد أولا أن يخلص العبد عبادته لله، وأن يجعل حق الله وحده، وأن لا يشرك معه غيره بأي نوع من الشرك صغيره وكبيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تحقيق التوحيد أمره عظيم، فلا بد للمسلم أن يجتهد في أن يخلص لله عز وجل. ولهذا الرياء أحيانا منه ما هو مخرج من الملة وما هو ما دون ذلك، وإن كان أصل المسلم إن شاء الله على إسلامه، لكنه مع هذا عليه أن يخاف وعليه أن يحذر. المقصود أن عمر رضي الله عنه حينما كان في الجاهلية قبل أن يسلم كان يتقرب بعبادات كغيره من الكفار، فكان يقول: نذرت أن أعتكف ليلة. فهم يعرفون الاعتكاف، يعرفون الصلاة، طبعا الصلاة بمعنى التعبد بغض النظر عن تكون الصلاة اللي هي الركعات، لكنهم كانوا يتعبدون، والصلاة في اللغة الدعاء. فكان نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ولم يوفقه ثم أسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقولني في الجاهلية نذرت أن أعتكف، هل أوفي أو لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فدل على أن الكافر إذا كان نذر عبادة ثم أسلم أنه يؤدي، بل حتى قال العلماء: وإن كان كافرا. والعلماء يقولوا: كان كافرا يؤديها، إذا نذر يؤديها ولو كان كافرا. لكن الشيخ قال: لا، إذا أسلم. باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم. الحاصل أنه إذا كان كما في المسألة هنا، إذا نذر عبادة وهو في حال الشرك ثم أسلم، فإنه يؤدي هذه العبادة ما دام أنها عبادة مشروعة. المسألة الثانية
أو نذر ذبحا في موضع معين. ورد في حديث كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، وهو تقريبا هو حديث اللي مر معنا، حديث ثابت الضحاك في الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة. فقال هنا كردم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، يعني واضح أنه ذبح. لماذا؟ لأنه قال له ألي وثن أو النصب، يعني هل لما نذرت في الجاهلية كان لنصب؟ لأن تعرف الجاهلية كان يذبحون الأصنام ويذبحون في أعياد الجاهلية اللات والعزة ومناة وغيرها، وكذلك غير العرب عندهم أيضا أوثان وعندهم أعياد جاهلية يذبحون فيها ويتصدقون فيها ويخصونها بأنواع من العبادات. هذه عبادات غير أعياد ومناسبات وأوثان وأصنام ونصب، هذه كلها ليست في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب تحقيق التوحيد ومن باب الاطمئنان إلى أن العبادة قد وقعت موقعها الصحيح في الإسلام، قال له حينما سأله عن نذر نذره بالجاهلية، قال ألي وثن أو النصب. ذكرنا في الجلسة الماضية الفرق بين الصنم والوثن، وبعضهم قال إنها بمعنى واحد، بعضهم لا فرق أن يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وبعضهم قال لا، إن الوثن هو الذي يكون مجسم، ما كان له جثة، ما كان له جثة من معمول من إما من طين ولا من غيره ولا من خشب ولا من حتى من جواهر ولا من يعني قد يكون من الذهب ومن غيرها، قال هذا هو الوثن. والصنم هو الصورة بلا جثة، ولكن لا يبدو هذا، يبدو أن الصنم هو الصورة، والصنم هو يعني المجسم، والوثن أوسع. لماذا؟ لأن الوثن يطلق على غير الصورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عن حديث عدي بن حاتم، كان نصرانيا، عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه صليب، كان عليه صليب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى فيه، قال وفي عنقي صليب من ذهب، فقال له ألقي هذا الوثن عنك، فسمى الصليب وثنا، مما يدل على أن لفظ الوثن أوسع من الصنم، بمعنى أن كل صنم وثن وليس كل وثن صنما. والنصوب هي أيضا الأصنام، أيها الذين آمنوا لأن والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فالأنصاب هي الأصنام والأزلام هي التي يقتسمون بها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ألي وثن أو النصب، فالنصب يبدو هي الأصنام والوثن هي أوسع كالأعياد. ولهذا قال في الروايات الأخرى هل فيها وثن من أوثانهم؟ قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. فقال ألي وثن أو النصب؟ قال لا، ولكن لله. قال أوفي لله ما جعلت له. فانحر على أبوانة، انحر على أبوانة وأوفي بنذرك، فدل على أنه كان هو الذي قال إني نذرت إبلا ببوانة. وقلنا لكم في الجلسة الماضية أن أبوانة منطقة أو بلدة أو مكان، قيل إنه جهة جنوب مكة، جنوب مكة جهة الليث،
يلملم على طريق ميقات اليمن، وقيل إنه جاءت ينبع هضبة جاءت ينبع، وقيل إنه في الشام بعد بين ديار بكر والشام. وقد يكون الاسم في أكثر من مكان، أحيانا تتكرر أسماء الأماكن، قد يكون يعني اسم واحد لمكانين، وهذا موجود في 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 الدنيا يعني. فلكن على كل حال الذي يبدو أنه بعيد أن يكون في الشام، خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في قريب من مناطق مكة وما حولها والحجاز والجزيرة العربية، غالبا هو أقرب أن يكون في هذا. فقال أوفي لله ما جعلت له إن حر على أبوانهم أوفي بنذرك، لأنه كان نذره كان ذبح، أن يذبح إبلا. رواه أحمد. وعن ميمونة بنت كردم قالت كنت رديفة، نفس الحديث لكن برواية أخرى، كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال أبي هوثل أو طاغية؟ قال لا. هنا قال طاغية طبعا، والطاغية كل ما عبد من الله، سواء يعني كل ما عبد وفرض بالعبادة فهو طاغية، سواء كان شخصا أو صنما أو كل الطاغوت، الطغيان والطاغوت هي كل ما عبد من الله. و حتى التحاكم الى غير التحاكم لغير ما ما ما, ما انزل الله او الى غير، هذا ايضا تحاكم الى الطاغوت. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل ما خالف الشرع وعظمه من عظمه او رجع اليه دون ان نرجع الى دين الإسلام أو إلى ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أبي هوثل أو طاغية، فلاحظ عندنا صنم، عندنا وثن، عندنا نصب، عندنا طاغية، عندنا كل هذه أسماء تدل على كل ما كان معظما لغير الله. ولهذا حقيقة ينبغي أن يحذر المسلم، يحذر جدا في قضية التوحيد، قضية أن 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 يجتهد في أن يكون كل عمله خالصا لله عز وجل، ولا يشرك معه غيره، ولا يعظم أحدا. نعم، من حيث التعظيم المشروع أو المحبة أو معرفة منزلة من سواء كانت الأنبياء ولا سيما على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعظمه ونجله ونحبه، لكن لا يصل أن 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 نرفعه فوق منزلته. وكذلك الصالحون نحبهم والأولياء نحبهم، لكن لا نرفعهم فوق منزلتهم أو أن نجعلهم في منزلة الله أو أو, أو 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 أن نصرف لهم شيئا مما هو حق الله عز وجل، لا دعاء ولا استغاثة ولا استنصار ولا تعلق أو 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 أو, 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 أو اعتقاد بنفع أو ضر، هذا كله لله عز وجل. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما هو معروف، قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إلى آخره. فمقام نبينا محفوظ عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء جميعا. لكن هذا لا يعني أن نصرف له شيئا هو حق الله وحده. ومن هنا قلنا إن التوحيد دقيق ومهم جدا ودقيق، وحذاري أن 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 تقع في منزلتك أو في أن يقع في قلبك أن تنزل أحدا منزلة هي من حقوق الله عز وجل، لا بذبح ولا بدعاء ولا باستغاثة ولا بخوف ولا بمحبة. لا تحب أحدا أكثر حب الله، ولا تخاف من أحد أكثر خوف الله. الخوف يعني
والخوف مهم. الخوف نوعان، خوف طبيعي وجبلي، وهذا الأشكال فيه، تخاف من السبع، تخاف من الليل، تخاف من الظلام، تخاف من أحيانا المناطق المظلمة، وتخاف من المرض، تخاف من الجبار ومن الظالم، هذا طبيعي جبلي. الله عز وجل في موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، وكذلك إبراهيم أيضا من الملائكة قال فأوجس لم يعرفهم، قال فأوجس من خيفة. فالخوف الجبلي لا إشكال فيه، لكن تخاف خوف ديني بما تخاف أكثر من الله عز وجل أو كخوف الله عز وجل، هذا هو الذي يؤدي إلى الكفر والشرك. الله عز وجل يقول إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوا أحدا أن ينفعك أو يضرك أو أن يسلب منك، فإن هذا كله هو حق الله عز وجل، لا يملك أحد أبدا، لا يملك أحد أن يضرك إلا إن شاء الله عز وجل، لكن لا مانع أن تأخذ الأسباب، خاصة من 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 الظلمة القادرين أو من الجبارين القادرين الذي يقدر يضر، تتقي السبب، إما أن تتوسط وإما أن تهرب، وإما أنت كما أنك تهرب من السبع أو فهذا سبب، لكن الله هو الذي قدره. المقصود أنك أن 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 لا تخاف أحدا أكثر من خوف الله عز وجل، لأنه إذا وصل إلى هذا قد يصل إلى الشرك، لأن الخوف نوع من الخوف نوع من أنواع العبادة. فلا تخافوا أولياء ولا تخافوا أولياء ولا تخافوا يعني أحدا يعني وهو غير قادر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من باب التحذير، هل فيها وثن؟ هل فيها أصنام؟ هل فيها أشياء أعياد جاهلية؟ قال لا، قال إذن أوفي بنذرك. قال وعم يموت بنت كردم قال كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني ذرت أن أنحر ببوانة، فقال أبيها وثن أو طغية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك إلى آخره. وفي لفظ أحمد إني نذرت أن أنحر عددا من الغنم، ليست إبلا أن غنم، إني نذرت أن أنحر عددا من الغنم. وذكر معنا قال المصنف المجد وفيه دلالة على جواز نحر ما يذبح، فيه دلالة على جواز نحر ما يذبح. إيش ما معنى العبارة يا مشايخ؟ ما معناها؟ فيه دلالة على جواز نحر ما يذبح. نعم، عندنا نحر وعندنا ذبح. الشيخ يقول فيه دلالة على جواز نحر ما يذبح، نحر ما يذبح. الإبل تنحر والغنم تذبح، نحر الإبل من هنا من تحت من الالتقاء نهاية الرقبة من تحت بالصدر باللبة. وتعرفون احنا اذا رايتم الجزارين حينما يذبحون الإبل وغالبا اما وهي قائمة، وهذا هو السنة، اذا تيسر تذبح قائمة معقولة يدها اليسرى، هذا السنة. فيأتي بسكين طويلة ثم يضربها من هنا ويخرج الدم طبعا، هذا هو النحر. الذبح من فوق من الرقبة مما يلي الرأس، مما يلي الرأس، هذه تكون في الغنم. الغنم والبقر تذبح من الرقبة مما يلي طبعا من الرقبة من الداء من ليس من فوق من ما يجمع المريء و القصبة الهوائية، فتذبح من هنا بالتقاء الرقبة مع الرأس،
بينما في النحر التقاء الرقبة مع الصدر، التقاء الرقبة مع الصدر. فالشيخ يقول حينما، لأن اللفظ الحديث يقول إني نذرت أن أنحر عددا من الغنم. النحر الأصل فيه أنه للإبل وليس للغنم، الغنم تذبح ذبح ما تنحر نحر، والإبل تنحر نحر ما تذبح ذبح. لكن لو أنه نحر الغنم وذبح الإبل ما في مانع، لو ذبح الإبل من هنا والغنم من هنا ما في مانع، أو حتى لو ذبحها من هنا، لو ذبحها من هنا وقطع لا مانع، لكن بعضهم قال أنه مكروه. فهو الشيخ يقول فيه جواز، دلالة على جواز نحر ما يذبح، يعني وذبح ما ينحر، ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. واضح مشايخ؟ قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله أني نذرت أن أنحر بمكانك بمكان أو بمكاني كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لي صنم؟ قالت لا. قال لي وثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. إذن لو أن الإنسان قال لله علي أن أذبح في الرباط أو أذبح في القاهرة أو أذبح في كراتشي أو أذبح في مكان محدد لا مانع، أو أذبح في صنعاء لا مانع، إذا حدد مكان ما دام أنه ليس فيه شيء يتعلق بالجاهلية أو يتعلق بعيد وثني فلا مانع. لكن لو قال له أن أذبح في المكان أو في قبر ويقصد القبر لا يجوز، قبر قبور الأولياء وقبور الصالحين، وقال لله يعني نذبح في المكان الفلاني في قبر هذا لا يجوز، لأن الذبح عبادة وعبادة وتعظيم، ولا يجوز ذبح لغير الله ولا تعظيم غير الله. أما إذا كان مجرد لأن في فقراء ولا لأن في أقارب له هناك يذبح عندهم لا مانع، أما إذا كان لا مقصوده لأن فيه الولي الفلاني والسيد الفلاني هذا لا يجوز. هذا معنى قال أفي لوثن أو لصنم أو في عيد من عياد الجاهلية. نعم. الباب الخامس، باب ما يذكر في من نذر الصدقة بماله كله. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال قلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. متفق عليه. وفي لفظ قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال لا. قلت فنصفه. قال لا. قلت فثلثه. قال نعم. قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر. رواه. قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر. رواه أبو داود. وعن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث. رواه أحمد. قال رحمه الله باب ما يذكر في من نذر الصدقة بماله كله. هذه مسألة من مسائل النذر، وهو لو أن الإنسان نذر أن يتصدق بماله كله، قال لله علي أن أتصدق بماله جميعا، معنى أنه قد يكون مريض ولا قد يكون حقق الله له رغبة ورجع ولده أو شفي ولده أو شفي هو أو كذا من مرض خطير أو مرض يعني فعلا ميؤوس منه فشفاه الله، فقال لله علي أن أتصدق بجميع مالي. فهذه هي المسألة. أورد فيها حديث كعب بن مالك، وهو طبعا الثلاثة الذين تاب الله عليهم، كعب بن مالك
قصته عجيبة. طبعا الثلاثة اللي خلفوا قصته عجيبة كما علموا، وينبغي لكل مسلم أن يقرأها، لأنها يعني لها تأثير عجيب وعجيب في قوة الإيمان. كما تعرفون حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزوة تبوك، وكانت غزوة سمال هي ذات العسرة، كانت في الصيف، وكان المسلمون أيضا في حال شدة، وكان الروم يهددون أن يعني الدولة الإسلامية الجديدة، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ليقاتلوا. وعثمان كما تعرفون هو أبلى بلاء حزم وجهز العسرة، جهز العسرة كله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر على عثمان بعد اليوم، وكل المسلمين اجتهدوا في أن يعني يبذلوا ما عندهم، ومنهم كعب بن مالك، وكان حاول لكنه قعد بي، ولا كان أيضا مجهز كل يوم لكنه فاته الركب. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته جاء المنافقون يعتذرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذرهم، لكن نزلت الآيات طبعا تفضحهم كما هو معلوم، استغفر لهم قلت أنت استغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم، وحاولوا على كل حال، وقال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم. وهؤلاء الثلاثة طبعا الرسول هجرهم وأمر بهجرهم، وهجروا 50 ليلة حتى قال كعب أظلمت الدنيا ولا أحد يكلمني، ولا حتى زوجه هجره، فكان الحال شديد جدا. يقول حتى 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 يعني الروم لما علموا بهذه الحال حاولوا يكاتبون كعبا، أرسلوا له يعني أنك لست بأرض الله ولا وكذا، وقالوا هذه فتنة، فأخذ الرسالة واستجرها في التنور، ما يدل على قوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. فلما يعني بعد 50 ليلة أنزل الله توبتهم لو كانوا صادقين، فذهب يبشره أبو طلحة وفرح جدا بتوبته، ولهذا في أثناء هجر النبي له كان يصلي هو ولكنه في طرف الصف، وكان يعني الرسول يصد عنه ويحاول يختلس النظر لعل النبي يراه، ولكن الرسول يبعد عنه، والصحابة كلهم هجروه لأن الرسول أمرهم أن يهجروا الثلاثة، وإلا أظن هلال بن أمية هذه كان أظنه كان كبير في السن، فجاءت امرأته تستأذن أنها تمرضه أو تراعيه، فأذن لها لأنه مش كبير جدا، فنزلت الآية بتوبتهم، ففرح جدا، وجاء طلحة يبشره، وحفظها كما يقول كعب لطلحة في قصة معروفة. فلما نزلت التوبة وجاء كعب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بتوبة الله له عليه، قال يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبرك بخير يوم يعني يعني أو شيء من هذا القبيل، وأخبره بالتوبة، ففارح وسجد شكرا، ثم قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع مالي كله، أتصدق مالي كله، ما في بعد هذا شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما فيها صيغة نذر، يعني هي الأسلوب ما هو أسلوب نذر، لكن قال إن من توبتي أن أنخلعه وأن أتصدقه وإلى آخره، لكنهم عقدوها في النذر. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، انظر كمال هالدين، وانظر أيضا يعني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة كلها، فرحمك الله. فهو من يعني شدة فرحه سيتنازل عن المال كله، الرسول قال لا، مالك يبقى، أمسك عليك بعض مالك. وطبعا الرواية أخرى قال له الثلث، فقال إن من توبتي الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله، يعني أتصدق كل ما عندي. فقال لا، قلت فنصفه، قال لا، قلت فثلثه، قال نعم. حتى قال في الوصية الثلث وثلث كثير، حينما قال سعد بن وقاص يعني أراد أن يتصدق مالي، قال لا، إنك إن تذر
وأعطاك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذه قضية مهمة يا إخواني. بعض الناس يوسع الله عليه ويتصدق زرخان، لكنه لا يعطي أولاده ولا يوسع لأولاده، وهذا يدل على قلة الفقه، بمعنى أنهم لا يفقهون الدين. يا أخواني، الإنفاق على الأولاد، على الزوجة والأبناء والبنات، أفضل من الإنفاق على غيرهم. وأن توسع عليهم ما دام الوسع عليك. بعض الأغنياء تجده يتصدق ويبني مساجد الله خيرا ويرسل أموال للفقراء في سواء في بلده أو خارج بلده، بينما مشدد على أولاده. هذا غير سديد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالة تكفه الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك، في فم امرأتك يعني. فأعظم صدقة على نفسك ثم على زوجك، صدقة يعني تثاب عليها، مع أنها واجب. الإنفاق على الأولاد واجب وعلى الزوجة واجب، لكن ومع هذا هي أعظم أجرا من الصدقة على المسكين. وهذا يدل على التوازن في الإسلام. أنعم الله عليك، أولى من يشعر بالنعمة من حولك. لا تدعهم يتطلعون إلى هذا المال وأنت تعطي هنا وهناك، أو تدعهم ينتظرون وفاتك. بعض الناس أحيانا يقول لأولاده: لا يا أولادي، أنا المال ترى جمعه لكم. طيب إذا جمعنا أعطيها الحين يا أخوي، لا تنتظر أن ننتظر حتى تموت أو حتى ينتظرون موتك. هذا ما ليس من الحكمة ولا من حسن التربية. إنما ينبغي الإنسان طبعا بإرشاد وترشيد، ليس طبعا تبذيرا ولا، لكن المال الإنفاق الطبيعي لا يفسد الناس، إنما يفسد البخل ويفسد الإسراف. فبادام أنه من عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا هو المسلك الصحيح. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا كعب رضي الله عنه: إن من توبتي الله أن أخرج من مالي كله الله ورسوله صدقة، قال: لا. قلت: النصف؟ قال: لا. أو في نصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: نعم. قال: فإني سأمسك سهمي من خيبر. يعني جعله هو الصدقة. وعن حسين بن السائب بن أبي لبابة، أن أبا لبابة أيضا هذا كان من الثلاثة الذي خلفوا، ابن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأسكنك وأن أنخلي من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك الثلث. بمعنى أن الإنسان لا يتصدق بجميع ماله، وإن كان، وهذا هو الفقه. الفقه أن التصدق بجميع المال يختلف. إذا كان إنسان قوي، يعني قوي في داخل نفسه ولا يخشى عليه الفتنة والانحراف، ولا قوي يعني مهما تغيرت الظروف، فلا مانع يتصدق ماله كله كما فعل أبو بكر. أبو بكر صدق ماله كله كما معلوم، حينما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فأتى ماله كله، قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وعمر أتى بنصف ماله وما قال له ثلث، وإنما قبله. فإذا كان قوي فلا مانع. وأيضا كما تعرفون أثنى الله على الأنصار أنهم كانوا يعني ينفقوا ولو يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بخصاصة. فالإيثار على نفسه تقديم غيرك عليك. فإذا كان الإنسان عنده قوة بالفعل
ولا يخشى فتنة ولا، فلا مانع يتصدق بماله كله. لكن 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 كما قلنا قبل قليل، يعني ينبغي أن تلاحظ حق أهلك، حق أولادك، حق زوجك، حق والديك، حق أقاربك، فإن صلة الرحم أفضل. كما قال صدقة وصلة، على الرحم صدقة وصلة. قال إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأسكنك. إذن قضية أن تنتقل من دار الهجرة، طبعا هذا لعله قبل، يمكن قد يكون لا تبوك بعد 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 فتح مكة، هي بعد بعد فتح ولا قبل فتح تبوك؟ قبل الفتحة تبوك، قبل الفتحة ظننا قبل الفتحة، لأن بعد الفتح ما فيه هجرة. بعد الفتح قال رسول الله هجرته بعد الفتح، هي السنة قبل الفتح، الفتح السنة الثامنة. تبوك السادسة ولا السابعة؟ ها تبوك تاسعة، أجا بعد الفتح. بعد الفتح فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له شيء في الهجرة، لما قالوا لنا أهجر وأسكنك، يعني اترك بلدي وأتي عندك، هذا الأمر سهل واسع، لكن المال قال له الثلث. الحاصل أن الإنسان إذا نذر أن 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 يتصدق بماله كله، فإنه يكفيه أن يتصدق بالثلث، ولا كفرة عليه، ولا كفرة عليه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.